طبعا يمكن بنتكلم من فترة كبيرة قوي على فكرة توطين الصناعة، ويمكن دعم المنتج المحلي ودعم البراندز أو الماركات المحلية. فالمركز القومي للبحوث أطلق مبادرة بتحمل شعار بديل المستورد، واللي بتستهدف تعميق التصنيع المحلي من خلال حصر 200 منتج وتقديم حلول تكنولوجية للحد من الاستيراد. خلينا نشوف المركز القومي للبحوث هيعمل إيه؟ إيه اللي ممكن يفيدنا بيه إن إحنا نقلل المنتجات المستوردة؟ نقدر نعمل إيه من خلال المنتجات المصرية؟ بصحبتنا الدكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث. صباح الخير عليك يا فندم، وبعد التحية، ما هي هذه المبادرة وبتستهدف إيه وهتعملوا إيه تحديدا؟ صباح الخير عليكم جميعا. أولا بشكر حضراتكم على الاستضافة في هذا البرنامج العظيم. المركز القومي للبحوث طبعا ب 14 معهد الموجود فيه 109 قسم بالعلماء ال 6000 عامل بالمركز القومي للبحوث، 4000 منهم حاصلين على شهاده الدكتوراه، بيقدموا بعض الحلول التكنولوجيه وبعض المواد بديل المستورد من خلال معرض احنا عاملينه في المركز القومي للبحوث، بيضم حوالي 200 منتج قابل للتطبيق. ايه اللي خلانا نقول المبادره دي دلوقتي؟ طبعا للجائحه الاقتصاديه اللي بتمر بيها العالم كله بالذات مصر. احنا عندنا منتجات، واحنا قبل كده يعني نجحنا في ان احنا نعمل مواد بديله للمستورد واشتغلت في مصر بتكنولوجيا مصريه 100% وكانت يعني زي المستورد واحسن. تمام. فمن هذا المنطلق احنا قلنا لا، احنا نبدا بدورنا كعلماء، ده الدور المفروض نظهر فيه ويظهر فيه كل علماء مصر، ان احنا نقدم حاجه لبلدنا في جائحه ما فيش استيراد، في صعوبه في العمله الصعبه. فتوجهنا احنا عندنا منتجات كثيره بديله للمستورد، احنا بندعو المستثمرين والصناع ورجال الاعمال يجوا للمركز القومي للبحوث يشوفوا المواد اللي هم بيستوردوها، لقوها في المركز يبقى خير وبركه، راهي موجوده. لو مش موجوده احنا بنعمل مشاريع تكليفيه للباحثين المتخصصين في الحاجه اللي مش متواجده، وبنصرف عليها من الميزانيه بتاعتنا، وبعد لما ننجح فيها وننتجها بنبيعها للمستثمر او رجل الاعمال. انا قصدي يعني لو ما كلفوش حاجه هو بس يجي لي ويقول لي انا عندي كذا وكذا. فمن هنا انطلقت المبادره دي بحس وطني من علماء المركز القومي للبحوث للمشاركه في حل الازمه الاقتصاديه اللي احنا بنمر بيها دلوقتي. وان شاء الله خير، لان احنا عندنا منتجات كتير زي ما قلت لحضرتك، اكثر من 200 منتج. فاحنا بندعو من خلال برنامج حضراتكم المستثمرين ورجال الاعمال، تفضلوا تعالوا شوفوا المركز القومي للبحوث، عندنا منتجات كثيره ان شاء الله، وان شاء الله يعني هي تكنولوجيا مصريه وخامات محليه وتضاهي بل ممكن تكون احسن من المستورد اكثر من مره. طيب احنا بنتكلم عن 200 منتج، ايه ابرز هذه المنتجات؟ دي حاجه. تاني حاجه حضرتك اتكلمت عن المشاريع التكلفيه، ايه هي المشاريع التكلفيه دي؟ حابين حضرتك توضح لنا اكتر. المشاريع التكلفيه يعني مثلا المستثمر بيستورد ماده كيميائيه او منتج معين كيماد او من الخارج، والماده دي مش متواجده عندنا في المركز القومي للبحوث، فجالنا فاحنا بنجيب الفريق المتخصص في هذه اللي بيحضر المواد دي، وبندي له انا مشروع تكليفي. مشروع تكليفي ان انا بعمل له كبادجت كده او ميزانيه، مثلا ادي له مبلغ معين اقول لهم كفريق بحثي اتفضلوا اشتغلوا على المنتج ده وطلعوه بخامات مصريه 100%. هو ده المشروع التكليفي اللي انا بكلف بيه مجموعه معينه من العلماء عشان يجيبوا المنتج البديل او الحاجه اللي طالبها المستثمر ده. نجحنا فيها حبحاله، ما نجحناش انا ما خسرتش المستثمر ده بحاجه، لكن ان شاء الله احنا يعني جاهدين بنحاول، لو هي بتكنولوجيا مصريه وبخامات مصريه ومتاحه فالعلماء بتوعنا قادرين هم يحلوا اي مشكله. فيعني ده ابرز المشروع التكليفي. ابرز المنتجات ايه هي؟ والله احنا عندنا منتجات كتير، قلت لك 200 منتج. يعني احنا عندنا اقمشه مضاده للميكروبات، عندنا بعض الاسمده اللي هي بتخش في التربه الزراعيه والنبات بيستفيد بيها بنسبه 100%، دي بتزود المحصول القدري بتاع الارض الزراعيه يعني فوق ال 25%، وده حاجه مهمه جدا بالنسبه للزراعه في الوقت الحالي اللي احنا فيه. يعني المنتج دوت انت عارفه لما بنحط اسمده بالكيلوات في الارض الزراعيه النبات تقريبا ما بيستفيدش غير ب 30% منها، ال 70% بيبقى بصوره معقده النبات ما بيقدرش يستفيد منها وبتبقى موجوده في الارض وبتخش في المياه الجوفيه. ده احنا عملنا منتج جديد النبات بيستفيد منه 100%
فالمحصول الخضري ذات نفسه بيبقى عالي جدا، ودي ماده احنا جربناها في مزارع خاصه كتير والناس، وعملنا عليها ريفيوهات، الناس اللي هم اصحاب المزارع كانوا بيقولوا لنا الماده دي قبل ما استخدم الماده شكلها ايه، وبعد ما استخدمت الماده الارض بقى شكلها ايه والزراعه شكلها ايه. يعني عود البرسيم لما احنا وصلنا لطول عود برسيم باستخدام الماده دي طوله 173 سم، انت متخيله؟ انا يعني الارض الزراعيه تبقى محدوده، لكن انا بتوسع في انتاجيه هذه الارض، فهو ده التوسع الراسي وليس التوسع الافقي عشان خاطر المياه وكليه الارض الزراعيه اللي موجوده. تمام. طيب في حاجات كتير يعني. يعني حضرتك اديت مثالين، اديت الاسمده، اديت اقمشه، حاجات كتير. طيب انا النهارده مستورد، انا مثلا على سبيل المثال بستورد هذا السماد، مفيش مصنع يصنع السماد اللي حضرتك عملته بمواصفات معينه، منين اقدر اعمل ده؟ يعني فين الجهه التصنيعيه او المصنع اللي يقدر يعمل حاجه زي كده؟ بص حضرتك، انا عندي دلوقتي انا بعمله في وحده تجريبيه عندي، انا بديله مركز، المركز ده مثلا يكون لتر، بدوبه في 600 لتر ميه، انت متخيل حضرتك؟ فانا قادر ان انا اعمل عندي وحده تجريبيه او مستثمر يجي ياخد المنتج ده ويكبره ويبقى مصنع كبير يمد بيه كل الاراضي الزراعيه، يعني فاهم قصدي؟ انا قصدي احنا عندنا في المركز. طب حضرتك علشان تقنع عشان تقنع هذا المستثمر لازم تبقى واخد شهادات جوده زي الايزو، لازم تبقى حاصل على اعتماد معين، احترامي طبعا الشديد لحضرتك ولجهود الساده العلماء اللي عندك وكل ثقه فيها، ولكن انا بتكلم بمنطق السوق، يقول لك انا لو جبت حاجه زي كده لا المستورد احسن، احنا مجربينه، اللي هيبوظ اكتر من اللي هيعمل، يعني ازاي نتغلب على كل هذه الحلول؟ هو حضرتك المركز القومي للبحوث، اولا احنا واخدين الايزو 9001 في اداره كمركز بحث 2008 و2015 والشهاده دي بتجدد سنويا، عندنا برضو 20 معمل من المعامل المركزيه واخد ايزو 17025 ودي اللي بتعتمد من الاتجاه ودي اللي بنقدر نصدر بيها او بتبقى معامل معتمده، المركز القومي للبحوث معامله معتمده وتحاليله معتمده في جميع جهات الدوله. اي تحاليل موجوده احنا بنعملها عشان نتاكد ان المنتج بتاعنا ده بديل المستورد ولا لا. العمليه مش عمليه شهاده اكتر من ان انا بخلي الباحث يروح مع المستثمر يجرب الماده بتاعته ويشوفها زي البديل المستورد ولا لا. يعني احنا في تجارب مع بعض رجال الاعمال بيقول انا عاوز الماده الفلانيه، بنقول له موجوده، بنروح للمصنع ونجربها معاه وهو بيطلع النتيجه اللي بيقدر يصدر بيها او ما يصدرش. فاحنا بنعمل بيان عملي على المعلم زي ما بنقوله بالماده بتاعتنا. فده المبادره اللي احنا بنسعى ان احنا تلقى نجاح ان شاء الله، عشان يعني يبقى احنا ساعدنا في حاجه في الموضوع اللي احنا فيه اقتصاديا. طيب ده بالنسبه للمستثمرين، خليني ارجع بقى مع حضرتك مره ثانيه للمشتركين نفسهم، انا النهارده اكيد في معايير معينه بتحطوها للمشتركين، اكيد في شروط معينه بتحطوها لهم، ازاي بيتم العمل على اختيار المشتركين في المبادره وايه هي المعايير او الشروط اللي بتحطوها؟ لا حضرتك الاشتراك المركز القومي للبحوث مفيش اشتراك، احنا كعلماء مركز القومي للبحوث موجودين في المركز عاملين معرض للمنتجات البحثيه، حاطين فيه المنتجات ديت حاجه ماديه قصادك، فهو بيجي المستثمر يتفرج على الحاجه الماديه، مش بنديله حاجه في الورق، مش بيقدم على انه يسجل في موقع ويخش بيه عشان يخش، لا باب المركز مفتوح يعني 24 ساعه احنا موجودين، اي حد بيستقبله بنتفرجوا على يعني الحاجة. انا النهارده انا عندي مثلا منتج انا عاملاه من الالف للياء في مصر وعايزه اعرضه عندكم، انا باجي بس كده وانتم بتعرضوه؟ بص حضرتك هي احنا المبادره عاملينها لعرض منتجات المركز القومي للبحوث كبديل للمستورد، تمام؟ لكن لو في حد عنده منتج خارجي احنا ممكن، بس احنا لازم نحكم المنتج ده لان احنا مش اللي عاملينه، فاحنا بعرضه على فريق بحثي، لان انا عندي في المركز القومي للبحوث عندي حاضنات تكنولوجيه، عندي حاضنتين لتعميق التصنيع المحلي وحاجه للصناعات الصيدليه والصحيه. الحاضنتين دول فايدتهم ان هم بينقلوا المنتج من المعمل للمصنع. ان انا بحتضن المنتج ده، بعمل عليه كل التجارب والقياسات اللي تقول لي ده زي المستورد ولا لا، او المنتج دوت يقدر اعمله بتكلفه اقتصاديه عشان اعمل بيه شركه ناشئه او مصنع. فالفكره كلها هي بقدر البديل المستورد، احنا كمركز بالمنتجات اللي عندنا احنا بنعملها في صوره مبادره
للناس نعرضها على المستثمرين رجال الاعمال، لكن اللي عنده فكره بره برضو احنا دي ما فتحناهاش للي بره، لان اللي بيجي لنا بره احنا بندخلها على لجنه معينه ونحكمها ونشوف الدنيا فيها ايه، عشان بس حقوق الملكيه الفكريه، ومش عشان مش اي حد يطلع اي حاجه يجي اقول لك هتطلعنا الفضاء، لا احنا تبقى الحاجه كلها مدروسه على اساس علمي. طيب دكتور، يعني من اهم الصناعات اللي احنا بنستورد او بتضيع يعني مخزون كبير جدا من العمله الصعبه في مصر صناعات الكوزماتكس او صناعات التجميليه. تمام. هل يعني حضراتكم، انا عارف ان كان في جهود كبيره جدا من خلال نباتات مصريه ومن خلال تراكيب استطاع العلماء عندنا في مركز القومي للبحوث ان هم يعملوها، قد ايه وصلتوا لايه؟ واديني يعني نبذه عن هذا الامر تحديدا. طيب احنا من الطحالب قدرنا اخر حاجه ان احنا يعني برضو الموضوع دي ازاي احنا بنطلع حاجه اسمها الوقود الحيوي. الوقود الحيوي دوت من سنه 2020 الطيران العالمي كله قال اي وقود طياره لازم يبقى فيه نسبه 20% من الوقود الحيوي اللي هو البايو ديزل. الوقود الحيوي دوت احنا قدرنا نصنعه من الطحالب. طيب الورث بتاع الطحالب دوت قدرنا نسجل منه ست منتجات، مش نسجل نطلع منه ست منتجات، سجلنا منهم ثلاثه. الثلاثه دولت واحد عباره عن كريم للتجاعيد تمام من الطحالب، وده اتسجل في الهيئه القوميه لسلامه الغذاء ووزاره تبع وزاره الصحه، ومنتجين ثانيين مكملين غذائيين. الاثنين المكملين الغذائيين دولت يعني طلعناهم من الطحالب. الماده الاساسيه بتاعت المواد دي كانت بتستخرج من السمك السلمون. انت متخيل سمك السلمون ده غالي جدا، عشان تستخرج منه ماده، فتخيل الماده دي هتتباع بشكل ايه؟ هتبقى غاليه جدا. بالظبط. احنا قدرنا نستخدمها بتكنولوجيا مصريه موجوده في المركز القومي للبحوث عن طريق مفاعل ضوئي احنا عاملينه للطحالب. المفاعل ده مفاعل كلوزد سيستم مغلق عشان ما يبقاش فيه كونتامينيشن او شوائب تخش فيه، وبنستخلص منه الطحالب دي اللي بتطلع لنا المنتج اللي هو مكمل غذائي. دي من الحاجات اللي احنا اشتغلنا فيها في الادويه. برضو عندنا زمان كنا طلعنا من الحلفة بر دواء اللي هو بيستخدم دلوقتي البروكسيمول والحاجات دي كلها كانت انتاج المركز قومي للبحوث. يعني انا قصدي المركز من زمان في شغل عنده كتير. ايوه كتير جدا. احنا برضو في حاجات كنا ساعدنا ان احنا نمنع استيرادها اللي هو البوليستيرين اللي بيستخدم في الدهانات والعبوات، وعملنا بيه مصنع بتكنولوجيا مصريه 100% بنشترك مع اكاديميه البحث العلمي، وعملنا مصنع في شركه اسكندريه للكيماويات للكيماويات انا قصدي، وبينتج دلوقتي البوليستيرين بتكنولوجيا مصريه 100% من علماء المركز القومي للبحوث. طيب. المحاولات كتير عندنا الحمد لله وناجحه، واحنا بس عاوزين الناس يعني تثق في العلماء المركز ويجي يجرب الحاجه بنفسه. بالظبط. ايه بقى الاستراتيجيه اللي بتقوموا بيها في المركز يا فندم عشان تجذبوا رجال الاعمال ان هم يتبنوا المشروعات البحثيه بتاعتكم؟ يعني النهارده احنا بنتواصل ازاي مع رجال الاعمال دول؟ ازاي اكيد في استراتيجيه احنا عملنا ايه حضرتك؟ عشان نوصل لرجال الاعمال طبعا لغه المستثمر غير لغه الباحث، يعني طبعًا. الباحث لغته في فاحنا انشانا مكتب عندنا، مكتب اسمه مكتب المستثمرين. المكتب ده احنا خدنا فيه 8 تنفار اعضاء مركز القومي للبحوث وديناهم دبلومه في جامعه مصريه، دبلومه في التسويق. الدبلومه دي بحيث ان طلعنا الراجل ده هو الوسيط اللي بيفهم لغه السوق ويعمل ماركتنج، اللي هو يبقى الواسطه او الوسيله اللي بين الباحث وبين المستثمر، اللي هو بيفهم لغه المستثمر ويحور لغه المعلم دوت يديها للمستثمر ويقدر يفاوضه ويقدر يقنعه بالمنتج. وبرده المستثمر مش حاجات اللي بيدفع فلوس وخلاص، لا ده اكيد لازم يشوف الحاجه بعينه ويشوفها هتوفر له ولا مش هتوفر له وهتنفعه ولا مش هتنفعه. فاللغه دي احنا ادينا لاعضاء المكتب دوت دبلومه بقول لك سنتين في الماركتنج وتسويق الابحاث العلميه. واحنا بقى بنعمل برضو بقى بروتوكولات تعاون مع جميع الجهات، جمعيات اتحاد الصناعات المصريه، عملنا مع مركز تحديث الصناعه، مع الجهات الصناعيه اللي في مصر، بنروح اتحاد المستثمرين اللي موجود، يعني قصدي احنا يعني مش ساكتين في حته ان احنا قاعدين منتظرين ناس تجي لنا، لا احنا اللي بنروح لهم برضو وهم بيجوا لنا، يعني في تبادل. بالتأكيد. وعاملين لجنه هنا اسمها رابط البحث العلمي بالصناعه، بندوات شهريه بندعو فيها رجال الصناعه ومستثمرين ووريهم برضه المنتجات عندنا. صحيح. فدي يعني دي الاستراتيجيه اللي احنا ماشيين بيها. واضح ان في استراتيجيه كبيره، احنا بندعو اتحاد الصناعات المصريه، بندعو جمعيات المستثمرين، بندعو كل الهيئات المعنيه بتطوير صناعتها بتقليل المنتج اللي بنستورده من الخارج، ان احنا نشوف
مصر عملت ايه او باحثين بتوعنا عملوا ايه، وبالتاكيد هيكون في توفير للعمله الصعبه في هذا الصدد. شكرا لك يا دكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث.